جهاد بيك حضرتك بدك ياني؟ لك كمان اليوم ما قمت وفتحت البرادي لك جهاد؟ ما بيصير هيك، هي قربت تخلص، الألوان كتير قريبة من بعضها، كيف بتميزهم بدون ضو؟ وهذا بنفتحه كمان. أختك إجت على البيت. شفتها وقت وصلت. مو قلت لك رح تجي؟ مستحيل تتركك لحالك. شو مو حابب تحكي معي؟ حاجة غلط، احكي لي شو في؟ بدي اياكي تكوني جنبي وبس، خليكي هون ولا تروحي وبس. بس أنا ما بدي ضل واقفة هون وأسكت، حابة نحكي مع بعضنا شوي. أنت ما رحت وحضرت الجنازة، حتى ما استقبلت اللي إجوا عزوكم. قد ما هربت ما فيك تهرب من أختك، يا ريت إجيت على الجنازة وبكيت شوي. يمكن لو صرخت وودعت أبوك كنت بترتاح. ما بيصير تضل حابس بقلبك جهاد. بدك صرخ؟ يعني برتاح؟ يلا قوم جهاد. لا مستحيل، لا يلا تع، ما رح اقوم جوري. خلص جهاد، انا ما اسمع بدي اقوم. كلمتي، الله قوم يوفقك. شوف، يلا صدقني انه رح ترتاح. يلا يلا يلا، اسمعني منيح، رح نصرخ سوا ماشي؟ لا ما بدي جوري. وافقت انا عنك. ليك بلش، 3 2 1. اوه انت تركتي لحالي وراح. أبي أشيوني تركتي وراح. خلص تمام تمام، ابكي قد ما بدك. جوري بدي أبي، ابكي لصالح كل شي بقلبك. جوري جهاد تمام، لا تخاف. شبك؟ جهاد كان عم بيصرخ وأنا يلي قلت له يعمل هيك. سمعت صواتكم، كنتوا عم تصرخوا. ايه مو مشكلة، إذا صرخت بترتاح. كنت خايفة تكون حالتك أسوأ من هيك. تعرف إنه مالك متغير؟ حتى الغرفة ما تغيرت مثل ما هي، إلي زمان ما شفتها. سنتين يعني؟ بقصد إنه آخر مرة جيتي من سنتين. عندي شغل وبدي أنزل. جهاد أنا رح أروح. الظاهر عندك هواية جديدة؟ لا من زمان كتير. المفروض انه ما يتشتت تركيزك، ولهيك ما رح ضل كتير. بس كل يوم كل يوم
كل يوم رح تجي لعندي، كل يوم. حلو. طبعا كل يوم مشان شوفك. تشوفيني بدون ما تطلعي بوشي؟ عمتي، قلت لك بدي اقعد شم شوية هوا، بس رجعتي تحكي بنفس السيرة. ابوكي ما عاد موجود طليب، ونحن لازم نحكي ونتفاهم. انت الك فترة طويلة بعيدة عنا، بعيدة كتير، وما بتعرفي شو صاير. بس جهاد له سنين ما عم يطلع برات باب هالبيت. الدكاترة عم يقولوا انه ما له علاج ورح يضل هيك. ايه بعرف، عندي علم بهالامور كلها. أي تغيير ممكن يفوت على حياته بيعمل له ردة فعل، وبتكون خطيرة كمان. حاولي تتقربي بدون ما تأذيه، واصبري عليه لجهاد. أعطيه وقت ليتقبلك. أصلاً أنا متأكدة إنه إذا حضرتك بدك تضلي تيجي لعنا وتضغطي علي بهالقصة، أكيد رح يتأثر وتكون ردة فعله كتير خطيرة. يبدو لازم امشي. مين ما بدك تشوف؟ تروح هديك، ما بدي حدا، ما بحب بابا يجي يشوفني. اختك ما بتحب ابوك جهاد؟ لهيك عصبت منها؟ أنا كمان رح أعصب منك. أختك خلوها تروح، ما بدي أشوف وشها. جوري هو ما بدي أشوفها. روح جهاد. جوري بهالبيت ما بدي حدا، ما بدي حدا. جهاد اسمعني، أنت مبارحة ما قلت هيك، واليوم تغير كلامك. أنت متضايق من أختك لأنه هي ما عادت طلعت على غرفتك، صح جهاد؟ ما بدي أشوف وشها جوري. أنا بعرف من شو مزعوج، لأن لما بتحكي معك ما بترفع راسها وبتطلع بوشك، وبدك ياها تروح لأنه بالبيت وما عم تقدر تشوفها.
حتى إذا راحت إجباري رح ترجع تجي. Ha ha ha.